ورجعنا بعد الفاصل في ديفا، ومعانا النهارده في الاستوديو مشرفنا دكتور لبنى احمد، استشاري الطاقه الحيويه والعلاج بالاحجار الكريمه. اهلا وسهلا يا دكتور. اهلا بيك يا حبيبتي. اتكلمنا قبل الفاصل عن فكره ان الستات بتحس جدا جدا بالحاجه حواليها وبتتفاعل معاها، الاحداث، الاشخاص، الاماكن، ويعني مبقاش عندها تفسير قوي ده ليه بيحصل. فهل علم الطاقه فعلا له تفسير لفكرة أنا ليه بتقبض من المكان ده؟ أنا ليه بحس إن أنا مش عايزة أكلم الناس دي؟ أنا ليه حالاً عايزة ألبس اللون ده مثلاً؟ بصي، هو الكلام ده أوكي، في جزء كبير من الصحة لكن مش كله صحيح. يعني السيدات حساسيتهم عالية، لكن في رجال برضو بتبقى حساسيتهم عالية، الأطفال كمان حساسيتهم عالية جداً. يعني الطفل من أكتر الحساسات الكونية اللي بيقدر يعرف إذا كان الشخص ده لطيف، طاقته سلبية، يبعد عنه، يعيط لما يشوفه. فبيعتبر من أكتر الحاجات اللي عشان على فطرته، عشان بالفطرة. كل ما الفطرة زادت قوي عند الشخص بيبقى حساسيته عالية قوي للطاقة. أوكي. يعرف الإيجابي ويعرف السلبي، يقبض ويكره، يبعد. كل ما دخلتي العقل في الكلام، أو إن أنت لازم إن أنا هقعد في المكان ده، ما فيش حاجة اسمها حاجة تقبضني، أكل عيشي بيقول لي كده، فخلاص انت دلوقتي كده دخلتي في حيز ايه، ان انت بتفصلي شويه طاقتك عن عقلك، فمضطره ان انت تتقبلي الحاجه دي. للاسف مره في مره في مره انت كده بتوسخي هالتك، ان انت خلاص بتفقدي القدره على ان انت تميزي فعليا بقى، هل هي فعلا طاقتها حلوه ولا وحشه. طب ليه؟ ان انت لما بتقعدي في مكان سلبي او مع اشخاص سلبيين بتكتسبي بينهم السلب كتير، فبالتالي بتلوثي مع مرور الوقت. فالستات يعني اوكي عندهم حساسيه، لكن مش بس السيدات، لا، في رجاله حساسيتهم عليها. بس حضرتك طبعا تعرفي اكيد يعني ان الستات عندهم الانتيوشن او الحدس بيكون اقوى، اللي هو فكره الحاسه السادسه، انها بيبقى عندها، عشان هي اصلا كائنات عاطفيه، فبيبقى عندها الاتصال بالقلب يمكن اكتر. فهل ده بيخليهم يعني بيبقى عندهم شويه ترمومتر بفكره المكان وبفكره الشخص، بيعرفوا ينقوا عن طريق الاتصال بالحدس بتاعهم ده؟ طبعا الحدس بتاع السيده بيكون اعلى شويه. الـ كمان بتكون عندها القدره على ان هي بتبص على الحاجات الصغيره قوي، او التفاصيل والمشاعر والاحاسيس والالوان، وتميكس ما بين الحاجات دي كلها، حاجات صح. عند المراه. بس برضو هقول لك، السيده احساسها بيبقى عالي قوي مع الحاجات المتعلقه بالاسره، يعني مع الرحم، ولادها، الام، الاب، الاخوات، الزوج، الحاجات اللي عواطفها تروح لها. فبيكون احساسها عالي قوي في المكان ده او مع الاشخاص دول. لكن برضو في رجال بيكون احساسهم عالي لو فضل نظيف، يعني لو ما بقاش فيه تدخين. يعني لو جبتي لي مثلا سيده مدخنه شاريه، مستحيل هتلاقي احساسها ده بيأثر عالي على طاقتها. طبعا. طب ليه بقى؟ معروف ان التدخين من اكتر الحاجات اللي بتبوظ الطاقه، بتبوظ الهاله. لو واحده اكلها غير صحي، حد على طول سلبي في التفكير، او ان على طول شكايه بكايه، وطول الوقت بتتابع اخبار، وطول الوقت بتتابع المشاكل والحاجات دي، مستحيل طاقتها تبقى حلوه. فهنا مش هتبقى بتحس، فساعتها يبقى اي رجل هيبقى طاقته افضل من طاقتها. فهنا نسبه وتناسب في الطاقه، بالذات كيمياء، مركبات، معطيات بتؤدي لنتيجه الشخص الانسان. لكن مفيش حاجة اسمها سيدات ورجال وأطفال وكلام. طب بالنسبة بقى لطاقتي أنا، ممكن تكون هي المتحكمة لو اشتغلت على طاقتي أنها تكون إيجابية، تتحكم أن أنا حتى لو المكان ده مثلا سلبي بكل الأشخاص اللي فيه، أو القطع بيسس حتى محطوطة بطريقة غلط، هل طاقتي طول ما هي عالية ما يأثرش فيها حاجة؟ بصي، هو معروف في علوم الطاقة والتنمية البشرية واللايف كوتشنج، كل الكلام ده، ان انا لو عايزه الحاجه الاول ازرعها في هالتي، احطها في هالتي. ان انا يعني انا عايزه اكون جميله، او الاقي اكون جميل، اكون الاول جميله. عايزه اكون ثريه، اتعامل ببذخ مع الاشياء. عايزه اكون صادقه، فابدا اكون انا صادقه قبل ما اطلب ان الاشخاص يكونوا صادقين معايا، امينه هكذا مع نفسي قبل ما اكون امينه مع الاخرين، عشان اجذب الامناء في هالتي. فتمام، الاول اشتغل على هالتي انا، بافكاري، بتعاملاتي، بكل علاقاتي. فبالتالي هالتي تكون قويه جدا. احرص ان انا اكلي يكون صحي، ميتي تكون كتيره، اشرب ميه كتيره، افكاري تكون ايجابيه، ما اكونش افكار سلبيه.
انام على فكره ايجابيه عشان اصحى الصبح كويسه، يبقى عندي ورد يومي، يبقى عندي اذكار، البس اسماء الله الحسنى، البس احجار كريمه، احاول ان انا على قد ما اقدر ان انا اكون ايجابيه في حياتي علشان كل اللي حواليا يشوفوني ايجابيه، فبالتالي ابقى زي الشمعه او المصباح الحلو قوي اللي بينير المكان اللي انا موجوده فيه. طيب يعني انا لو انا اشتغلت علي